أكيد القصة الأبرز دلوقتي هي قصة ويجن ومحمود جد. بنفرح دايما لما بيجي لنا خبر اهتمام أندية أوروبية حتى وإن كانت في الشامبيونشيب بلاعبين مصريين. القصة دايما بتكون هدفها إفادة الكرة المصرية، والحقيقة تمسك اللاعب بالعرض بيخلينا احنا كمان متمسكين أكتر بإتمامها. تمسك النادي باللاعب باعتبار إنه مفيد للنادي ومفيد للاعب مخلينا مستنيين حتى وإن كان ناقص أيام قليلة على انتهاء موسم الانتقالات إن الصفقة تتم ربما في أي ساعة من الساعات اللي جاية. إسلام عايز أعرف إيه التفاصيل، عرض ويجن، رد إمبي، الموضوع وصل لفين؟ والله احنا عرض ويجن دلوقتي شغالين عليه تقريبا كده بقالنا شهرين، بداية من أول مكالمة بيني وبين أستاذ طلال حماد رئيس نادي ويجن. الراجل بصراحة كان متحمس جدا للفكرة، هو كان في كمان تجربة للاعب عربي أو حارس مرمى عربي قبل كده اللي هو كابتن علي الحبسي، حبسي طبعا فطبعا الروماني. هم حابين يقرروا تجربة زي دي، فلقوا ده في محمود جاد. بدأنا الكلام، وبعد كده اتبعت عرض النادي انبي. العرض اللي في الاول كان اتبعت من خلالي النادي انبي، تمام. كان بتاريخ 27/6، ايوه وبعدها بناء على ده استاذ طلال شرفنا هنا في مصر، كان تحديدا رابع يوم العيد، تمام. وعملنا جلسة مع مسؤولي نادي انبي رئيس النادي استاذ ايمن الشريعي ومهندس محمد خالد غرابة، وجلسة كانت يعني في منتهى الود وكانت مثمرة جدا، وخرجنا منها يعني نتيجة كويسة قوي. ما نتيجة كويسة بمعنى إيه؟ يعني الطرفين التقوا في نقطة معينة ان كل واحد هيقدر يحقق الأهداف اللي هو محتاجها، تمام. لكن ما تطرقناش للأمور المادية في الجلسة دي. وبناء عليه كان المفروض هيرجع المهندس طلال او استاذ طلال هناك ويرجع تمام لنا تاني بالرد او تمام بالعرض، وده اللي حصل. وبعت العرض، ومجرد ما وصل العرض بقى مصر اللي هو كان وصل تقريبا بتاريخ 7/8، تمام. ده كان العرض التاني. ف معدل عن العرض معدل الأولاني. عن العرض الاولاني، العرض الاولاني كان اعاره بنية البيع، تمام. لكن في خلال الفتره دي لما تاكدنا ان محمود جاد مش هيقدر ان هو يحصل على تصريح العمل، فبالتالي يشارك مع ويجن من تمام. بدايه من الموسم الجاي، فتعدل ده لعرض شراء. بالشراء. وفيما بعد بعدها ويجن لما هيمتلك محمود جاد على قوته هيعيره بعد كده لمكان ما تمام. لحد ما يكمل يجمع النقاط ويعرف يشارك مع فريق ويجن، بالظبط. وبعدين فاتبعت العرض. من بعدها حصلت شوية أمور يمكن كان فيها سوء فهم من بعد ما العرض اتبعت لبعض النقط الموضحة في العرض. سمعت الحلقة اللي كان فيها المهندس أيمن الشريعي مع الزميل سيف زاهر، واتكلم على إنه القيمة المليون دي موجودة كبند ثالث، وده بالتالي مش واضح بالنسبة له. بالظبط. إيه التفسير؟ يمكن الطريقه او الصيغه اللي مطبوع بيها العرض، وهي دي الصيغه او التمبلت اللي بيتعاملوا بيها الانديه في انجلترا. واول ما اتبعت العرض وبعت الاستاذ ايمن، وهو كان طالب في البدايه ان العرض يتبعت برضه على الايميل الرسمي للنادي، ايوه واول ما جالي انا كلمته قلت له يا استاذ ايمن محتاجين الايميل علشان نبعت عليه العرض، فقال لي خلاص مش مشكله ابعته لي على الواتساب. فده برضه عشان نقطه كان الاستاذ ايمن ذكرها، يعني شاف العرض ورجع لي قال لي النقطه دي مش واضحه. كلمت الاستاذ طلال ورجعت له قال لي لا، احنا الموضوع بالنسبه لنا دي التمبلت اللي متعامل دي اللي بيها. هي نقطة المليون استرليني في حالة إتمام الصفقة. بالظبط. تمام. قال لي دي التمبلت اللي احنا متعامل بيها، واحنا ضمينا اكتر من 23 صفقه من ساعه ما امتلكنا النادي كلها بنفس الصيغه يعني، أيوه. فما كانش في اي مشكله خالص. وبعدين ده نادي ويجن وهو يعني، ف الراجل قال لي انا باكد لك بشكل شخصي ان ده العرض بتاعنا مليون استرليني أيوه هندفعهم في الوقت الحالي تمام. بمجرد ما يتم الاتفاق بيننا وبين نادي انبي ويتم توقيع العقود. ونص مليون في حالة الوصول أو الصعود في حالة للبريمير صعود ليج، ويجن للبريمير ليج مع إعادة بيع بنسب مختلفة طبقا لطريقة أو للسعر اللي كان هيتباع بيه لأي نادي آخر. بالظبط. مظبوط. وهنا رجعت الاستاذ ايمن واكدت عليه ان المليون استرليني هي هتدفع فورا في حاله الاتفاق الايام دي تمام. عشان نادي ويجن يمتلك
احقيه أي يمتلك اللاعب، ومن بعدها يقدر ان هو يطلعه عار. تمام وهنا كان اللغط اللي حصل او سوء الفهم اللي حصل للصيغه اللي مكتوبه، ان لا ده هيمتلك الاول البطاقه فور فري، وبعد كده لما محمود جد يلعب مع ويجن يتم دفع الفلوس. لا هي مش كده خالص، مش كده، هي بمجرد اتمام الصفقة هياخد هو MP الفلوس بتاع المليون دي على بالظبط. انا عايز اوضح تمام بس هو يعني ايه انتقال اللاعب. اللاعب ينتقل من نادي لنادي، لما النادي اللي يمتلك اللاعب يدي البطاقة يديه البطاقه. صح فنادي ويجن هيتم كمان في نقطه مهمه جدا، ان في عقود لسه هتتعمل تمام هيتذكر فيها كل البنود دي. فلو العقود دي تمام اه ده مش مجرد مكتوب عرض فيها بالظبط، لو العقود دي مش مكتوب فيها ان الفلوس هتدفع فورا بمجرد انتقال اللاعب، يبقى العقود دي مش هتتوقع اساسا. فالنقطه مظبوط دي محسومه، فمجرد مكتوب بس اللي هي البلاينج ريجستريشن، تسجيل اللاعب. ايوه مجرد ما يتم تسجيل اللاعب وتوقيع العقود، وان اللاعب يجتاز كمان النقطه الثانيه اللي بعد كده الكشف الطبي، ايوه بيتم ارسال الفلوس لنادي ام بي، شيء مفروغ منه. وصل لفين الموضوع هسألك لكن